السلام عليكم المتتبعات ديالي، كدرتو؟ لاباس لاباس عليكم. كنقدم التعازي ديالي للناس اللي ماتوا بالزنزال، الله يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه، والله يشافي اللي في الطبيب ويقعد ربي وسادهم، والله يرحم الاموات ديالنا كاملين ويرحم الناس ديال اللي ماتوا في الفيضان ديال ليبيا، حتى هما بقاو فينا، والله يرحمهم ويوسع لهم ضيقات القبور. ودابا يا المتتبعات ديالي، راه درت معاكم واحد الوصفه ديال السيكاتريس، راها مزيانه، بغيتكم تتبعوها ومزيانه. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدرتو؟ لاباس لاباس عليكم. جاتكم بواحد الوصفه زوينه وفعاله، كانوا كيديروها جدودنا، مزيانه ديال السيكاتريس. الانسان اللي كيكون مجروح كيبقى داك الجرح، تبقى البلاصه ديال الجرح ما كتبراش، كيبقى ديك ليماير. جاتكم الوصفه اللي كداوي، واخا ربي هو اللي كيداوي. والانسان اللي كيكون فاتح هكا وكتبقى داك الجرحه ديال شحال هذه ما كتحيدش، الانسان اللي كيكون تحرق كيكون هكا تحرق، كتبقى ديك ليماره ديال الحريق. جبتكم واحد الوصفه زوينه، بغيتكم تتبعوها وغادي تبراو، راه كلشي كنديرو على سيدي ربي. عندنا هنايا هذه سميتها الوصفه، هذه سميتها الخياطه، ها هي كيقولها الخياطه، كتب شي عند العشاب يعطيها لك. وعندنا العسل، العسل الحر، كنشدو هذه الخياطه هذه كنطحنوها مزيان حتى كتطحن، وتنشركوها مع العسل الحر، وتبقاو ندهنو بها البلاصه اللي عندنا السيكاتريس ديالها، كندهنوها فيها من الليل لليل والصباح نغسلوها، اولا كديريها نهار كامل مع العشيه ومسحيها وحيديها وغداوميها يوميا، ما كتبقاش ديك البلاصه ديال الحريق اولا البلاصه هكا ديال جرحتي يديك بشي حاجه ما برات شي، ما كتبقاش اولا ديال الحريق ديال الفران ولا ديال اي حاجه. كنكونوا حنا العيالات دابا كنخدموا الشغل هكا كنطيبوا في الفران، ملي كنجبدوا هكا كتحرقنا القز ديال هاد الفران في اليد ديالنا، ملي كديري هاد الطريقه هادي ما كتبقاش. وعندك عاوتاني العيالات اللي كيكونوا تحرقوا، المره اللي كتكون تحرقات هكا بالماء طايبه ولا بزيت ما باش ما تحرقات، كيكون داك الحريق كله فايض بحال الخميره، كنشدوا هاد الخياطه هادي كنطحنوها حتى كنطحنوها ونغربلوها ونبقاو ندردروها غير هكا فوق الشرح، وغادي نبقاو ندردروها الصباح عاوتاني نمسحو شويه بلانكول، كنمسحو بلانكول اولا داك الدواء الاحمر كنمسحو بيه عاوتاني وكندردروها. شتي سبحان الله كتخيط داك اللحم، داك اللحم اللي كيكون مقطع كيتخيط، اولا الانسان اللي كيكون هكا خدام وقطع شي حاجه بالموس بيديه وعندو الجرح عميق كبير، كتكون مطحونه عندنا في الدار تندردروها على داك الجرح، سبحان الله كيتخيط، سميتها هي الخياطه. ومني كندردروها للجرح اللي مجروح الانسان هكا قطع يديه بالموس كندردروها عليه، سبحان الله كتخيط ديك البلاصه، واللي عندها هكا في وجهها شركها مع العسل الحر، اللي عندها داك السيكاتريس في وجهها دير العسل الحر وطحنها وتغربلها وتشركها مع العسل الحر، وتبقى ديرها هكا من العشيه للعشيه اولا من الليل لليل، الصباح تغسل وجهها. وليني داوم هاي المتتبعات ديالي، هاد الوصفه هادي بغيتكم تبارطاجيوها للبنات، كيكونوا البنات الصغار ما عارفين حتى حاجه، وهاد الوصفه هادي كيديروها جدودنا شحال هادي، كانوا كيحيدوها غير من الخلا تيجيبوها وتيطيبوها هكا حتى في الماء، كطيبيها في الماء كتولي بحال كدير بحال داك الجيراتين، كتهزيها وتديها للحريق، كانوا كيديروها للحريق، الا تحرق الا الانسان قطع يديها هكا بالمنجل، كان الفلاحه كانوا كيحشوه هكا بالمنجل، كيهزو غير الخياطه هادي كيطحنوها وتيديروها للبلاصه اللي تجرحوا فيها، سبحان الله تيولي اللحم تيتجمع بحال ما عمر داز داك الجرح، واللي كاع اللي عنده بلاصه الحريق ما براتش، بلاصه سميتو اللي قطع يديه ما براتش، عليكم بهادي غتشركوها مع العسل وديروها، تبقاو ديروها دائما. واللي تحرق اللي تحرق هكا عنده الحريق باقي جديد، بغيتكم تطحنوها وتبقاو دردروها غير غبره، هذيك ما تشركوهاش مع العسل، غادي دردروها غير هي بوحدها، راه سبحان الله كتبرى. وبغيتكم تبارطاجيوها للبنات باش يستافدوا. دابا فهاد سميتو دابا انا كنشارك معكم الوصفات باش تبارطاجيوهم للناس، ما كيطلعوش الحاجه اللي مزيانه ما كتطلعش، وشي حاجه تافهه اولا نهضروا شي حد ولا نبقاو نقدوا شي حد وحنا ما شفنا عليه حتى حاجه ونبقاو كذبوا عليه، نديو التقليد ديالو كاينه الموت، هذاك كتبقاو تطلعوه. واللي كتوريكم وصفات زوينين طبيعيين جدودنا ما تفرطوش فيهم، هذاك ما كتديوهاش فيه. انا بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش الناس يستافدوا ويستافدوا بالنيات، وبسلامه عليكم والله يحفظكم والله يجيكم الحاجه خايبه، والسلامه عليكم.